يعني لجنه المسابقات وروعتها. يعني خلي بالك انت الى حد ما الاسبوع الاول اتسكن بعيدا عن مباريات الدوري الممتاز باستثناء يوم الفتره اللي جايه. وانا بحيي الحاج عامر حسين، اذا تم نقل للمباريات على اون تايم سبورت ستكون مباريات دوري المحترفين بعيده كل البعد عن ايام الدوري الممتاز. وانا هنا بقصد المباريات المذاعه، هنا بقصد المباريات المذاعه. فانا بحيي الكابتن عامر حسين على المرونه في موضوع التسويق، وبحيي مجلس اداره اتحاد الكوره رغم زعل الشديد وانتقادي لي على ما حدث في الاسبوع الاول، الا ان هناك جهد يبذل ولكن كان عدم توفيق كبير واخفاق كبير في تنظيم دخول الكاميرات في الاسبوع الاول مما اضر بالمنتج. انا غير مستوعب حتى الان ان اتحاد كوره ما يكلمش رؤساء انديه. يعني انا صدمت، كل رؤساء الانديه اللي انا كلمتهم وانا بحييهم على كل اللي عملوه معانا ما فيش حد كلمهم من اتحاد الكوره ولا ارسل لهم خطاب. يعني حضرتك امال انت كنت قاعد معانا بناء على ايه؟ يعني حضرتك بتكلمنا احنا مثلا للدرجه دي من يعني فاضيين مثلا؟ لا طبعا. انت عايز خطاب يقول له ايه؟ يقول له يا فندم يعرفوا مين يدخل. لا ازاي؟ يعرفوا ان مباريات مذاعه. انا مش هدخل حد، اديني حقوقي يا فندم. ما هو بعد اذنك. ايوه كرئيس نادي او اداره نادي. طبعا عايز حقوق. طبعا ياخد حقوق يا فندم بعد اذنك. الراجل ما عرفش في كاميرات جايه ولا لا. طيب بعد ما انت بتتكلم يا فندم، من حق رئيس النادي يقول له هتديني ايه ويكلمه يقول له بعت بايه او اوصل لايه. ولكن انا بكلمك رؤساء انديه قالوا طب ماشي، وصلنا الى حد ان المباريات عايزينها تتذاع عشان نعلي من قيمه المنتج، وبعد كده نشوف التعاقد هيودينا لفين مع المتحده. لكن عرفنا ان في ناس جايه. بالظبط بالظبط. يعني انا كلمني رئيس نادي وانا جاي قال لي اقسم بالله ما انا مش معترض، وحتى لو هيجي لي ملاليم، بس اعرف مين يا فندم اللي عايزيه او مين اللي مش عايزيه. يعني انت بالعلاقات الشخصيه احييت الاسبوع الاولاني يا فندم. هربوا مني في اتحاد الكوره وبطلوا يردوا على تليفونات وبقول لك على هوا. ما انا بقول لك بالعلاقات الشخصيه يا فندم. الكاميرات كلها كانت للاسف مرميه قدام الابواب، ودخلت بكرم، ودخلت بكرم واحترام رؤساء الانديه لينا. يا عبد الناصر، طب انا عايز اسال سؤال، طب ليه هم عايزين يعملوا دوري محترفين طالما هو مش عايزين بقى لا مش عارفين يسوقوه. طب مش عارفين يسوقوه. طب يعني انا بعمل دوري محترفين. الرقم اللي جه رقم قليل. ابتدي بيه. ما هي كده بدايه، لازم بدايه. بيع الاربع خمس قنوات. معلش احنا بس ما بين الامور الفنيه بنتكلم في ده عشان لما ده مهم اصل ده اللي هنجح. عشان لما انسحب من الموضوع ده ما بقاش لا ضحكت على نادي ولا على حد، وبشكر رؤساء الانديه ال20 على تعاونهم المطلق. والله العظيم ادينا في مكادي ولا في النجوم ومكادي ماتش النجوم محمد بيع طويله قال لهم كده حرفيا، عنديش مشكله لا مع الشمس ولا مع عبد الناصر زيدان، لكن اتحاد الكوره حتى ما يكلمنيش تليفونيا. يعني الراجل عنده حق، ولذلك انا ما رضيتش اكلم محمد بيع طويله، اكلمه اترجى ليه اشحت الماتش ليه. اللي عايزه الراجل عملناه، قال سجلوا بعض اللقطات على مدار المباراه، قلنا حاضر يا فندم اللي انت عايزه انت صاحب المنتج واحترمت ده جدا. لكن لان يعني